واش الاخوان سلام الله عليكم اينما كنتم. مرحبا بكم ثاني في فيديو جديد. وبطبيعه الحال غادي يكون مع صاحبنا فيدرو. السلام عليكم الاخوان، تهلاو لنا في الكوش جيم بارطاج لايك، ديروا شي حاجه اصاحبي، ديروا شي حاجه. وعلى الذكر العزاوي خاطر في شي حاجه سميتها السيليماتور درون اف بي في، واللي غادي تشوفوا اللمسه ديالو في هذا الفلوق ان شاء الله والفلوقات الجايين. اللي بغى يستاشر مع خونا ولا يصور ليه شي مناسبه ولا شي عرض، ها هو الانستا ديالو، راه غادي نخليه لكم هنايا. خوش دخلوا شوفوا الخدمه ديالو. نرجعوا للموضوع ديالنا، هذه المنطقه هذه هي جاي من سلسله تاع الشمال وتابعه لمدينه شفشاون واللي كتبعد عليها ب 30 كيلومتر. قبل ما نقول لكم في جداد المنطقه، انا الكش وهذه قناتي، قناه خاصه بالسفر والترحال للتعريف بمناطق المغرب المعروفه وغير المعروفه، ولا كتاب ان شاء الله نعرفوا حتى بمناطق بلدان العالم. المهم الاشتراك ديالك في القناه دعم وتحفيز باش نزيدوا لقدام، ولا عجبك الفيديو خليه لايك بارطاجيه مع اصحابك. نبداو على بركه الله. المنطقه اللي كنتواجدوا فيها حاليا كتعتبر من بين اجمل الاماكن الموجوده في المغرب وكذلك شمال المغرب العربي، وذلك بالتمييز الطبيعي الخلاب ديال هذه المنطقة. مرحبا بكم في أقشور، جنة الله فوق الأرض. Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time, it's clear to see. المهم كي قلت لكم الاخوان، اقشور هي منطقه جبليه بامتياز نظرا لجبالها الشامخه المكسوه بخضره الحياه التي تسر الناظرين، واللي كتصب في مسابح طبيعيه وكتجذب الزوار من كل بقاع العالم. ولكن التحدي اللي كاين في هذه المنطقه باش تشوف هذا الجمال الرباني نتاع منطقه اقشور، ضروري ما خاصك شويه تاع الطريق باش تشوف هذا الجمال كله. البلاصه اللي فيها احنا دابا كتسمى قنطره ربي. قنطره ربي هو واحد الجسر معلق في السماء جابين جوج جبال كيف كتشوفوا. يا سلام، والحاجه اللي غادي تشوفوا هاربه هي من طرف صاحبنا بيدرو.
المهم الاخوان طلعنا ثاني كنساليو هذا الفيديو هذا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ثاني بالدعم ديالكم، الرحله مازال مستمره، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. بيس ليكم. From up here the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors, forever free.